بسنة 63 شباط صار الانقلاب اللي صار بين القوميين والبعثيين، كانوا فت سوا، وبالتالي كان هو بالحقيقة هذا الانقلاب صار رئيس الجمهورية عبد السلام عارف اللي هو كان صاحبه لعبد الكريم قاسم سنة 1950، بس انقلب عليهم من الجماعة اللي هم ناصريين قوميين. عقب كم شهر هو يمن عبد السلام عارف انقلب على البعثيين، وهو صار بس يعني بس القوميين، بس بدت فترة الاضطهادات ضد اليهود. أشكون يعني مثلا خلونا كلنا نجي نقدم على هوية اللي تقول أنه إحنا ممسقة الجنسية عنا، وطلعونا هوية صفراء بس لليهود. اليهود بعد ما قدروا همين يسافرون بين 63 من 64 ما قدروا يسافرون، ممنوعين من السفر، وكل الاحكيات التقييدات اللي كانت ردت رجعت مثل ما هي. بس ما صار يعني من قتل أحد، بس تضييقات كثير حكيات همين بالجامعة بالهاي. بسنة 67 صار حرب الأيام الستين، صارت الوضعية كلش مبليحة بالنسبة لليهود، بدوا يعتقلون كثير، يأخذوهم للسجن، قطعوا التلفونات من البيوت، منعوا أحد يدخل للجامعة، طلعوهم من الأشغال، طلعوهم من النوادي. الحكيات بدت تصير أسوأ وأسوأ. بسنة 68 صار انقلاب من البعثيين، وبدت الحكيات تصير بعد كثير أسوأ. بنهاية 68 اعتقلوا كثير من البصرة، سووا محاكمة جانواري يعني يناير أو كانون الثاني، واتهموهم أنه بالتجسس لإسرائيل وعدموهم، سووا المحاكمة الصورية وعدموا 9 أو 10 من اليهود وعلقوا جثث مالهم بساحة التحرير. عقبا قتلوا كثير همين، قاموا يأخذون ويأخذوهم من البيوت وما يرجعوهم جثث. بين سنة 68 وبين 75-73 تقريبا فوق 50 واحد انقتل من اليهود، أما إعدامات أو قتلوهم بالبيت أو أخذوهم وما رجعوهم. فكانت الفترة أسوأ فترة بالنسبة لليهود عاشوها في ذيك الفترة. بس ما عندنا كان كل فرصة شون نطلع نخلص من هذا الموضوع. بسنة 70 بداية 70 كان اكو كل السنين القبلة حرب بين الإقاد وبين السلطة المركزية بين الحكومة، صافت نوع من الهدنة وانفتح يعني توقفت العمليات الحربية كأنه انفتح الشمال العراق. فبدوا 1-2 يطلعون عن طريق الشمال ويهربون إلى إيران، وهيك بدوا يشجعون الجماعات يهربون عن طريق الأكراد الشمال من منيكي لإيران، ومن إيران أكثرهم جو لإسرائيل أو يروحون بغير مكانات مثل أمريكا أو كندا أو إنجلترا أو أي إذا عندهم مثلا فيزا. خلال سنة 70-71 تقريبا 70% من البقوا من اليهود اللي هم كانوا كنا حوالي 3000 واحد، إذا ترجع للتاريخ أكثر اليهود 95% طلعوا بالخمسين واحد وخمسين، تقريبا حوالي 125 ألف من 135 ألف اللي كانوا
طلعوا بال 50 51 سو هاي ال 10,000 قسم يقولون بين 8,000 و 12 خلينا نقول حوالي 9,000 8,000 اللي نعرف انه شويه شويه العدد مالهم تقلص. اكو كان عندنا احصائي بسنه 57 كانوا 5,000 واحد، وبين ال 57 وبين ال 64 من سد الطريق تقريبا صاروا حوالي 3,500. سو احنا كنا بين 3,500 ل 3,000 بسنه ال 70 من بدو يهربون عن طريق الشمال. نهاية ال 75 تقريبا بقى حوالي 400 واحد بالعراق، وشوية شوية هذول هم طلعوا، بحيث بسنة 2003 كانوا تقريبا فات 50 واحد، هسه اكو بس 3 يهود بالعراق.